الرئيس السيسي يتقدم بخالص التهنئة لجورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة في إيطاليا. روسيا تحتجز المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وغازبروم الروسية تؤكد بدء البحث عن سبل لإصلاح الضرر في أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش نشرة إخبارية مفصلة جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز. تحياتي لحضراتكم، بداية هذه النشرة ستكون مع دارين مصطفى. دارين تحياتي لك. شكرا آية، أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة، ومن العناوين إلى التفاصيل. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة للسيدة جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة في إيطاليا. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته للسيدة جورجيا ميلوني بالتوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق، مؤكدا تطلعه للعمل معها في إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ونقلها إلى آفاق أرحب من التعاون المثمر في جميع المجالات، وعلى نحو يتسق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهما العظيمة ولما فيه الخير للشعبين الصديقين والإنسانية جمعاء. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية التي توليها الحكومة لمتابعة تنفيذ مشروعات الطرق وتطوير القائم منها، وذلك بهدف الإسراع في معدلات سير العمل بها من منطلق الحرص على التخطيط الدائم لاستيعاب التزايد المستمر للحركة على هذه الطرق بما يخدم أهداف التنمية. تصريحات مدبولي جاءت خلال قيامه بجولة موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى، استهلها بتنفيذ وتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور 26 من يوليو وتنفيذ المحور الموازي له. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 155 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 35 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 66 طنا، وفي مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط 54 طن أسمنت، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 710 قضايا من بينها 91 قضية خبز ناقص الوزن و88 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط قضايا تهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير فقد تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 126 طنًا. تستمر وتتواصل الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ما تعرف بكوب 27 في نوفمبر المقبل. ومن بين الاستعدادات تحويل منشآت المدينة لتكون صديقة للبيئة. وبشأن هذه التجهيزات والجهود مشاهدينا، ينضم إلينا الآن زميلي عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز من هناك. عوض تحياتي لك في البداية وإليك الكلمة، تفضل.
نعم آية، على قدم وساق كل منشآت ومؤسسات مدينة شرم الشيخ يتواصل فيها العمل ليل نهار حتى تصل إلى الصورة المثلى التي تليق بتاريخ مصر وقيمة مصر في أقليمها وفي كل أنحاء العالم. نحن الآن عند محطة خاصة من تغطية فريق إكسترا نيوز على مدار عدة أيام، نتحدث هنا عن الجانب الطبي وعلاقته بمؤتمر المناخ، وله أكثر من جانب في الحقيقة. الجانب الأول أنه تم إعداد وتجهيز هذه المستشفى لتكون أول مستشفى في مصر هي صديقة للبيئة، مستشفى خضراء. كنا نتحدث منذ قليل مع الدكتور مسعد، هو المسؤول عن هذه المستشفى ومدير هذه المستشفى، الدكتور مسعد عبيد، وأكد على أن هناك ثلاث جوانب تعمل عليها المستشفى، حتى هي عملت عليها حتى وصلت الآن أنها باتت أول مستشفى في مصر صديقة للبيئة. تقليل انبعاثات الكربون، الهواء النظيف، إعادة استغلال الموارد في المستشفى على أفضل ما يكون، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات الطبية. وتعلمين بأن أزمة المخلفات الطبية كانت لها جوانب سلبية عديد في عدد كبير من المستشفيات، لكن الآن بات من الضروري أن تتحول هذه المستشفى إلى هذه الصورة، وتتحول بعد ذلك إلى صورة مثلى تعمل عليها بقية المستشفيات في كل أنحاء مصر. الجانب الآخر هو الإشادة المتكررة من منظمة الصحة العالمية ممثلة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة هنا في القاهرة، وأكثر من زيارة قامت بها منظمة الصحة العالمية إلى هذه المستشفى خلال الأيام الماضية للتأكد من كل الجوانب الطبية والفنية التي باتت الآن على أفضل ما يكون. أما عن الجانب الآخر، هو ممثل في الهيئة العامة للرعاية الصحية، فقدمت كل الدعم لهذه المستشفى. نتحدث عن أجهزة خاصة بقسطرة القلب، وأيضا أجهزة خاصة بالمخ، وأجهزة متعددة خاصة بالأشعة. عدد كبير من غرف العمليات الآن باتت مجهزة، ومعامل تحاليل كثيرة، بل تم الاستعانة ب 500 طبيب استشاري من كل أنحاء مصر ومن أهم الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية المصرية، سيحضرون خلال الساعات القادمة ليكون ذلك هو الفريق الطبي الرئيسي الهام الذي سيكون منوط به تقديم هذه الرعاية الطبية لكل ضيوف مصر. نتحدث عن 30,000 ضيف سيحضرون هذا المؤتمر الدولي الخاص بالمناخ، وستكون هناك غرفة عمليات على مدار الساعة لتقديم هذه الرعاية الطبية، بالإضافة سيكون هناك مستشفى متجولة أو متحركة إنجاز التعبير ملاصقة تماما للقاعة الرئيسية، ستقدم فيها كل الخدمات على مدار الساعة. هذا عن هذه المستشفى وعن هذه الخدمات الطبية التي تقدم، وعليها دور كبير للغاية أشادت به منظمة الصحة العالمية تكرارا ومرارا، لأنها ستقدم خدمة جيدة للغاية وستعكس صورة مصر وتاريخ مصر الطبي المميز للغاية. تفضل يعني. عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، بنشكرك يا عوض على كل هذه المعلومات والتفاصيل. أعلنت شركة الطاقة النووية الحكومية في أوكرانيا إنرجو أتوم، أعلنت أن دورية روسية احتجزت المدير العام لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية. وقالت الشركة في بيان لها إن المسؤول احتجز وهو في طريقه من أكبر محطة نووية في أوروبا إلى بلدة إنرهودر. أعربت دول البلطيق الثلاث إستونيا، لاتفيا وليتوانيا عن تأييدها لفتح مسار سريع لانضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي الناتو، رغم أن حلفاء آخرين لكييف في الغرب اعترضوا على ذلك. واعتبر وزراء خارجية دول البلطيق في بيان مشترك أن انضمام أوكرانيا للناتو سيزيد الحلف قوة. فرضت كندا عقوبات جديدة على مسؤولين روس بعد ضم موسكو 4 مناطق أوكرانية. وضمت العقوبات الكندية 43 من المسؤولين والنخب الروسية والمالية وأفراد أسرهم، و35 من كبار المسؤولين المدعومين من روسيا في دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجيا.
قالت كوريا الجنوبية أنها لا تعترف بما أعلنته روسيا من ضم 4 مناطق أوكرانية أو ما وصفته موسكو بالاستفتاءات التي أجريت في تلك المناطق. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية في بيان أنه يجب حماية سيادة أوكرانيا وأمنها الإقليمي واستقلالها أيضا. هذا وقد أثارت خطوة روسيا بضم 4 مناطق من أوكرانيا أثارت تنديدا غربيا واسعا وسط تهديدات بفرض المزيد من العقوبات على موسكو ردا على تلك الخطوة. المزيد في العرض التالي. أشار مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم 4 مناطق في أوكرانيا للأراضي الروسية دفع كييف إلى المبادرة بطلب الانضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو في أقرب وقت ممكن. لكن المقال استبعد في الوقت نفسه قبول الناتو لطلب أوكرانيا الانضمام إليه لأنها دولة في حالة حرب، وفي حالة قبول عضويتها سوف يكون لزاما على الدول الأعضاء الأخرى في الحلف الدفاع عنها في مواجهة روسيا، وهو أمر يفوق القدرات العسكرية للدول الأعضاء في الناتو. قالت صحيفة ذهل الأمريكية إن وحدة الناتو مهددة بسبب أوكرانيا. وأضافت الصحيفة أنه بينما تجتاح المشاكل الاقتصادية دول التحالف وما يصحب ذلك من عدم استقرار سياسي، ستستمر الشقوق والتصدعات في الوحدة بين دول الناتو حول أوكرانيا في الاتساع. وأشارت إلى أنه مما يزيد من خطورة التحديات الحالية التي يواجهها حلف الناتو أزمة الطاقة التي تعصف بدوله حاليا. ورد إلينا هذا الخبر العاجل مشاهدينا في اليوم العالمي لكبار السن. أعربت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عن عظيم تقديرها واعتزازها لآبائنا وأمهاتنا وكل الأجيال التي سبقتنا وقدمت لنا الكثير من العطاء.
وفي تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعربت السيدة انتصار السيسي أن هذا اليوم يأتي للتأكيد على ضرورة الاهتمام بكبار السن ورعاية مصالحهم وتعزيز فرص التواجد والمشاركة لهم في المجتمع، وهو ما تقوم به الدولة على أكمل وجه ضمن برامجها المختلفة. قال مستشار الرئاسة في أوكرانيا ميخايلو بودولاك، قال إنه ليس من المستبعد أن تلجأ موسكو إلى استخدام أسلحة نووية في عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا. وأوضح بودولاك في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية أنه في ضوء الذعر الداخلي بالاتحاد الروسي والهزائم العسكرية المتزايدة، فإن خطر حدوث ذلك آخذ في الازدياد. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستبعد إمكانية إمداد أوكرانيا بالدبابات، لكنها ليست مستعدة بعد للإعلان عن مثل هذه المساعدة. وفي وقت سابق قال سوليفان إن واشنطن ستعلن قريبا عن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى كييف، ومشيرا إلى أن الولايات المتحدة تناقش مع حلفائها أفاق تقديم مساعدة جديدة إلى كييف تشمل توريد الأسلحة وتدريب القوات الأوكرانية أيضا. في السياق نفسه، وافق الكونغرس الأمريكي على تقديم مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 12 مليار و300 مليون دولار، وذلك بعد ساعات على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا ضم 4 مناطق أوكرانية. من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالون في بيان إن هذه المساعدة الإضافية دليل على ثقة الولايات المتحدة في أوكرانيا، كما أنها ستدعم العمليات الحكومية الأساسية وتسهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني. حذرت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشت الغرب من الإصابة بالشلل في ضوء التهديدات الروسية باللجوء إلى الأسلحة النووية، وداعية إلى تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا. وقالت من مولدوفا بعد اجتماعها مع نظيرها المولدوفي أنتولي نوساتي إن الحكومة الألمانية تأخذ التهديدات على محمل الجد وتراقبها بقلق بالغ، ومشددة أيضا على ضرورة اليقظة والرد بتعقل شديد وضمان عدم حدوث مزيد من التصعيد. يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم الاثنين في برلين لمناقشة الوضع في أوكرانيا والقضايا الأوروبية الرئيسية قبل قمة براغ. سيناقش الزعيمان خلال عشاء عمل التعاون الوثيق بين بلديهما داخل الاتحاد الأوروبي وعواقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لا سيما على صعيد الاقتصاد والطاقة حسب ما أوضحت الحكومة الألمانية. من جهته، أشار الإليزي إلى أن هذا الاجتماع سيعقد بروح الدعم الثابت لأوكرانيا وإدانة خيار التصعيد الروسي بإجراء استفتاءات زائفة على أراض أوكرانية ذات السيادة. أعلن الجيش الأوكراني محاصرة نحو 5000 فرد من القوات الروسية في بلدة ليمان شرق أوكرانيا. وقال المتحدث باسم القوات الأوكرانية في الجهة الشرقية إن القوات الروسية في ليمان بلغ مجموعها ما بين 5000 و 5500 جندي، ومشيرا إلى أن عدد القوات المحاصرة ربما قد يكون انخفض بسبب هروب بعض الجنود من هناك. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы.
also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها بدأت البحث عن سبل لإصلاح الضرر الذي لحق بأنابيب نورد ستريم بعد الحادث الذي أدى إلى تسرب الغاز في بحر البلطيق. وقال المتحدث باسم الشركة إنه لا يمكن الحديث حاليا عن الوقت اللازم لاستعادة إمدادات الغاز، مضيفا أن عملية الإصلاح تمثل مهمة تقنية صعبة للغاية، ومشيرا إلى أن أوروبا فقدت أحد الطرق الرئيسية للحصول على موارد الطاقة لمدة غير محددة. كان الادعاء العام في روسيا قد أعلن في وقت سابق عن فتح تحقيق جنائي في التفجير الذي تعرضت له خطوط أنابيب نورد ستريم، ووصفه بالعمل الإرهابي الدولي. بدأ الغاز يتدفق إلى بولندا من خط أنابيب البلطيق الجديد من النرويج عبر الدنمارك وبحر البلطيق بحسب مشغل خط الأنابيب الغاز البولندي جاز سيستم. وتم تشغيل خط الأنابيب والذي تبلغ طاقته السنوية نحو 10 مليارات متر مكعب رسميا الثلاثاء بعد يوم من اكتشاف تسريب في خط أنابيب نورد ستريم الذي يمر عبر البحر ويربط روسيا بأوروبا. هذا وبلغ إجمالي طلبات إرسال الغاز عبر خط الأنابيب في الأول من أكتوبر نحو 62.4 مليون كيلو وات في الساعة. أعلنت مولدوفا أن شركة غازبروم الروسية خفضت الإمدادات عن البلاد بنحو 30%. يأتي هذا التطور رغم إعلان مولدوفا دفع 24 مليون دولار لشركة غازبروم لتغطية ما تبقى من دفعة مقدمة متأخرة لإمدادات الغاز الطبيعي في سبتمبر. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة حماية أساسيات اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبذل المزيد من الجهود لوقف ارتفاع تكاليف الطاقة. ونوهت ديرلاين بأهمية خط الغاز بين اليونان وبلغاريا وبأنه يغير قواعد اللعبة ويضمن أمن الطاقة جنوب شرق أوروبا. قالت وزيرة الداخلية الألمانية إن قوات الشرطة تقوم بدوريات في بحري الشمال والبلطيق بكل القوات المتاحة بعد الانفجارات التي ألحقت أضرارا بخطي أنابيب نورد ستريم للغاز القادمين من روسيا، موضحة أنها تأخذ التهديدات الحالية على محمل الجد. وأضافت الوزيرة الألمانية أن وحدات الشرطة تساندها مروحيات وقوات بحرية خاصة تمتلك قدرات خاصة للتدخل في المواقف الخطرة. قال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إن مجموعة أوبك بلس ستعقد اجتماعها في 5 أكتوبر في فيينا بالحضور الشخصي، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي سيلتقي فيها أعضاء التحالف بشكل شخصي منذ بداية انتشار جائحة كورونا في عام 2020، وسيكون خيار المشاركة عبر الإنترنت متوفرا أيضا لبعض الوفود التي قد لا تتمكن من السفر لحضور الاجتماع، وذلك نظرا لقصر المهلة المتاحة. وستدرس الدول المنتجة للنفط خفض الإنتاج في اجتماع أكتوبر بما يتراوح ما بين 500 ألف ومليون برميل يوميا، وذلك بهدف دعم السوق.
فيما تراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة، لكنها حققت أول مكاسب أسبوعية لها في 5 أسابيع مدعومة باحتمال موافقة مجموعة أوبك بلس على خفض إنتاج الخام، وذلك عندما تجتمع في 5 أكتوبر الجاري. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 53 سنتا لتصل إلى 87 دولار و96 سنتا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 79 دولار و49 سنتا للبرميل عند التسوية. وسط احتمال موافقة مجموعة أوبك بلس في اجتماعها المقبل على خفض الإنتاج، حقق النفط أول مكاسب أسبوعية له في 5 أسابيع. الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط ارتفعا 2% و1% على أساس أسبوعي، ليسجلا أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ أغسطس، وذلك بعد أن سجلا أدنى مستوياتهما في 9 أشهر هذا الأسبوع. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 87 دولارا و96 سنتا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 دولارا و49 سنتا للبرميل عند التسوية. وارتفعت أسعار النفط مدعومة بانخفاض الدولار في وقت سابق من الأسبوع من أعلى مستوياته في 20 عاما، ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم بالعملة الأمريكية أرخص لحائز العملة الأخرى مما يحسن الطلب. وكانت السوق قد تلقت دعماً من احتمال خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها حصص الإنتاج في اجتماعهم الذي سيعقد في 5 أكتوبر، حيث من المتوقع خفض الإنتاج لأن مخاوف الطلب المرتبطة بالركود الاقتصادي العالمي المحتمل وارتفاع أسعار الفائدة أثرتا على أسعار النفط الخام. وأنهت أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط الربع الثالث من العام بانخفاض كبير نسبته 23% و25% على الترتيب. ورفض تحالف أوبك بلس الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء مثل روسيا، رفض زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين ومن بينهم الولايات المتحدة لمساعدة الاقتصاد العالمي. أعلن البنك الدولي أنه سيقدم نحو 530 مليون دولار إضافي لدعم أوكرانيا لتمكينها من تلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية. قالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إن هذا الدعم الذي سيقدم بشكل قرض جديد عن طريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير منح بضمانة من بريطانيا بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، ومن الدنمارك بمبلغ يصل إلى 30 مليون، وبذلك ترتفع قيمة المساعدات التي منحها البنك الدولي لأوكرانيا إلى 13 مليار دولار منذ بداية النزاع. وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10% في شهر سبتمبر الماضي، وهو الأعلى منذ تطبيق العملة الموحدة اليورو. نتابع المزيد مع الزميلة حور محمد. أهلا بكم. تقلبات مستمرة تشهدها مؤشرات الاقتصاد في ظل الظروف العالمية الراهنة، ويتحمل الاقتصاد الأوروبي خصوصا العبء الأكبر في تلك الأزمة. واستمرت معدلات التضخم مرتفعة في منطقة اليورو لتسجل نسبة قياسية جديدة في سبتمبر، بلغت 10% على مدى عام تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية، وفقا لما أعلنه المعهد الأوروبي للإحصاءات يوروستات، ليتخطى المعدل المسجل توقعات المحللين الذين كانوا يترقبون نسبة 9.7%.
وبلغت نسبة التضخم في أغسطس الماضي 9.1% بالنسبة للدول 19 التي تعتمد العملة الأوروبية المشتركة، وهي أعلى أرقام يسجلها المعهد الأوروبي للإحصاءات يوروستات منذ بدء نشر هذا المؤشر في يناير لعام 1997. ومن بين مكونات التضخم في منطقة اليورو، سجلت أسعار الطاقة أعلى نسبة ارتفاع سنوية بلغت 40.8% في سبتمبر، بعدما سجلت 38.6% في أغسطس. أما بالنسبة للمنتجات الصناعية والخدمات التي ترتفع أسعارها أيضا، فبلغ معدل الزيادة 5.6% و4.3% على التوالي، ما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ يؤثر تدريجيا في مجمل الاقتصاد. وبحسب بيانات يوروستات، وصلت نسبة التضخم إلى 10.9% خلال سبتمبر في ألمانيا، وهو أعلى مستوى في أكثر من ربع قرن. كما سجلت دول البلطيق التي تعاني أكثر من سواها تبعات الأزمة في أوكرانيا، فأعلى نسبة تضخم بلغت 24.2% في إستونيا، و22.5% في ليتوانيا، و22.4% في لاتفيا. على النقيض، سجلت فرنسا أدنى معدل تضخم قدره 6.2% في سبتمبر، حيث أظهرت بيانات أن التضخم الفرنسي تباطأ بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مخالفا الاتجاه السائد في ألمانيا المجاورة ومنطقة اليورو الأوسع نطاقا، وذلك بفضل تدابير اتخذتها الحكومة لفرض حد على أسعار الطاقة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز مؤشرات الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم المسجلة في منطقة اليورو. شكرا لكم على طيب المتابعة. قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن خطتها الاقتصادية تنطوي على اضطراب على المدى القصير، ومشيرة إلى أنها بحاجة إلى إنجاز الأمور في هذا البلد بسرعة أكبر، كذلك في الوقت الذي غيرت فيه ستاندرد أند بورز في المملكة المتحدة نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. في بريطانيا أيضا تأثر سوق الإسكان بسبب الميزانية المكلفة للحكومة. من جانبها، قامت بنوك التجزئة في بريطانيا بسحب معدلات الرهن العقاري تحسبا لمنتجات أكثر تكلفة، مما أثار مخاوف من تراجع أسعار المنازل. قال بنك أوف أمريكا إن أسواق الأسهم والسندات العالمية فقدت نحو 46.1 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ نوفمبر لعام 2021. وبحسب البنك، فإن خسائر أسواق الأسهم والسندات تعود إلى رفع معدلات الفائدة وصدمة التجديد الكمية من الاحتياطي الفدرالي، والتي أضرت بما أسماه من إدمان السيولة في السوق. وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في آخر جلسات الأسبوع، لكنها منيت بخسائر فصلية فادحة خلال ربع عام شهد زيادة حادة في أسعار الفائدة وتراجعا كبيرا في شهية المخاطرة، حيث أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود بنسبة 1.3%، لكنه فقد بعض مكاسبه التي سجلها خلال الجلسة بعد أن ظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو بلغ مستوى قياسيا جديدا. كما تراجع المؤشر ستوكس 600 خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر بنسبة 4.8%، بما شكل ثالث فصل على التوالي من الخسائر
فيما قد يكون أطول سلسلة من تلك الخسائر منذ عام 2011. أنهت بورصة نيويورك للأوراق المالية جلستها على انخفاض مع تسجيل مؤشرات وول ستريت الرئيسية الثلاثة لأدنى مستويات إغلاق هذا العام. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة تصل إلى 1.70%، وأغلق في أدنى مستوى له في نهاية التداول منذ مطلع نوفمبر 2020. وخسر مؤشر ناسداك ل 1.51%، فيما خسر مؤشر ستاندرد أند بورز ل 500، وهو الأوسع نطاقا، ل 1.48% في أسوأ مستوى إغلاق منذ يوليو 2020. قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إن واشنطن وسول اتفقتا على تنفيذ تسهيلات السيولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية إذا لزم الأمر. وقالت الوزارة بعد اجتماع افتراضي بين كبار المسؤولين الماليين في البلدين إن البلدين مستعدان للعمل عن كثب معا لتنفيذ تسهيلات السيولة عند الضرورة. عربيا، قالت خلية الإعلام الأمنية العراقية إنها رصدت عناصر مندسة وسط المتظاهرين تستخدم المولوتوف وبنادق الصيد، وداعية لمنظمي المظاهرات إلى تسليم هؤلاء المندسين للقوات الأمنية العراقية للحفاظ على سلمية التظاهر. وذكرت خلية الإعلام الأمنية العراقية إن القوات الأمنية تواصل العمل بمهنية عالية المستوى في التعامل مع المتظاهرين في العاصمة بغداد دون حمل السلاح أو استخدام أي نوع من القوة معهم. في الشأن العراقي أيضا، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن فرق الدفاع المدني تتعامل مع حادث انهيار مبنى في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد. وذكرت أن فرق الدفاع المدني أنقذت 13 شخصا من داخل البناء المنهار في منطقة الكرادة، مشيرة إلى أن فرقها ما زالت تواصل أعمالها لإنقاذ المحتجزين داخل المبنى. أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن رصد صاروخين باليستيين قصير المدى أطلقا من منطقة سونان في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية. أضافت هيئة الأركان المشتركة في بيان إن الجيش الكوري الجنوبي عزز من المراقبة وأنه يحافظ على جاهزيته بالكامل، ومشيرة إلى أنه على تعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية للرد على أي استفزازات من جانب بيونغ يانغ. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان. وأضافت الدفاع الياباني أن الصاروخين وقعا في بحر اليابان خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية والتي تمتد لنحو 370 كيلومتر من سواحلها. من جانبه، وصف وزير الدفاع الياباني الأمر بأنه غير مقبول على الإطلاق، معتبرا أن سلسلة الإجراءات التي تتخذها كوريا الشمالية بما في ذلك إطلاق الصواريخ الباليستية 4 مرات متتالية خلال الأسبوع الماضي وحده تشكل تهديدا لسلام وأمن منطقتنا والمجتمع الدولي ويجب عدم التسامح معها. قال رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول إن كوريا الشمالية ستواجه ردا حازما إذ أقدمت على استخدام الأسلحة النووية. وأضاف يون في خطابه بمناسبة الذكرى 74 ليوم القوات الوطنية العسكرية إن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية يشكل تحديا مباشرا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولافتا إلى أن التحالف بين سول وواشنطن سيتم تعزيزه للرد على تهديدات بيونغ يانغ.
بدأت القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية وقوات الدفاع اليابانية أول تدريب عسكري مشترك ضد الغواصات في البحر الشرقي. وأوضحت القوات البحرية الكورية الجنوبية أن هذه المناورات تهدف إلى كشف الغواصات الكورية الشمالية وتتبعها وتتبادل المعلومات عنها، بالإضافة إلى تحسين قدرات التشغيل البيني. تسارع تقدم الإعصار إيان باتجاه كارولاينا الجنوبية، حيث يتوقع أن يسبب رياحا قويا أو قوية وسيولا وأمطارا غزيرة وارتفاعا خطرا في منسوب المياه بعدما دمر مناطق عدة في ولاية فلوريدا الأمريكية. يأتي هذا فيما ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة من مروره عبر فلوريدا إلى 23 وفاة حتى الآن. وبحسب تقديرات أولية قد يكلف مرور إعصار إيان شركات التأمين ما يصل إلى 47 مليار دولار، وسيؤثر في النمو الأمريكي خصوصا بسبب انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء رحلات جوية والإضرار التي لحقت بالإنتاج الزراعي هناك. أدى زلزال تبلغ شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر إلى مقتل شخص واحد على الأقل وجرح عشرات آخرين في جزيرة سومطرة الإندونيسية بحسب المعهد الأمريكي للجيولوجيا. وقع الزلزال على عمق 13 كيلومتر وعلى بعد حوالي 40 كيلومتر من بلدة سيبولغا في مقاطعة سومطرة الشمالية. هذا وتجري السلطات تقييما للأضرار بعدما تعطلت أعمدة الكهرباء وأبراج الاتصالات نتيجة الزلزال. وبالعودة إلى الشأن المحلي مشاهدينا، حيث تعهد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باستكمال ما بدأه المجلس في الدورين السابقين ومواصلة دوره في بناء الجمهورية الجديدة والتي أسس قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال كلمته بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، قال جبالي إن المجلس بصدد جدول أعمال برلماني حافل بأعباء جسام ويتضمن العديد من الموضوعات التي تستجيب لمتطلبات الوطن في هذه المرحلة المهمة.
رياضيا، يواصل فريق الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. تعادل الأهلي سلبيا مع طلائع الجيش في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعداد للموسم الجديد، وكان الأهلي قد فاز على بتروجيت بخمسة أهداف لهدف، ثم فاز على أسوان بهدفين لهدف، وذلك قبل أن يتعادل في ثالث وآخر ودية يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد. يواصل فريق الزمالك الاستعدادات لمواجهة فلابو البروندية في ذهاب الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا، ويجهز البرتغالي فريرا المدير الفني لنادي الزمالك برنامجا خاصا للاعبين الدوليين بعد عودتهم من المشاركة مع منتخباتهم الوطنية في فترة التوقف الدولية. ويهدف فريرا من هذا البرنامج إلى منحهم الراحة والحمل التدريبي الذي لا يؤثر عليهم ولا يتسبب في إصابتهم بالإجهاد بعد المشاركة الدولية، من أجل إعدادهم بشكل جيد استعدادا لمواجهة فلابو البروندية. يستقبل ملعب الإمارات قمة الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تجمع بين أرسنال وتوتنهام في ديربي لندن. أرسنال صاحب الأرض والجمهور يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم، كان آخرها الفوز على برينتفورد بثلاثية دون رد في الجولة الماضية. أما توتنهام تحت قيادة أنطونيو كونتي فيسير بخطوات ثابتة هذا الموسم نحو القمة، وذلك بعد فوزه في 5 مباريات وتعادله في 2. يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثالث برصيد 17 نقطة. يلتقي فريق ليفربول ضيفه برايتون اليوم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي. وكان ليفربول عاد للتعثر من جديد في الدوري بتعادل سلبي أمام جاره إيفرتون في الجولة الماضية، ويدخل المباراة وهو في المركز 8 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 9 نقاط من 2 فوز و3 تعادلات وخسارة. أما برايتون فيحتل المركز 4 بعد أن حصل على 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة. يستعد فريق مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لخوض مواجهة الديربي غدا الأحد في قمة كروية. نرصد بالأرقام تاريخ مواجهة ديربي مانشستر. We'll be right back.
ومن أخبار الرياضة مشاهدين إلى تذكير بعناوين النشرة. الرئيس السيسي يتقدم بخالص التهنئة لجورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة في إيطاليا. روسيا تحتجز المدير العام لمحطة زابروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. شركة غازبروم الروسية تؤكد بدء البحث عن سبل لإصلاح الضرر في أنابيب نورد ستريم في البلطيق. ولمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، كان معكم في هذه الجولة الإخبارية آية عبد الرحمن وأنا دريم مصطفى، حتى نلتقيكم من جديد نترككم في أمان الله.